فرنسا نحو المستقبل ونحو تأسيس تحالف استراتيجي قوي بين بلدين يعرفان بعضهما حق المعرفة. وزيارة الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون لبلادنا تأكيد على المسار التصاعدي الذي تعرفه العلاقات الثنائية بين المغرب وفرنسا التي تقوم على تاريخ طويل من الروابط وحاضر من التعاون الوثيق ومستقبل واعد ومنفتح على المزيد من الفرص التي تنتظر البلدين في مجالات جوهرية. كانت هذه تحية العلم على نغمة النشاط الفرنسي والمغربي. وقد أطلقت المدفعية 21 طلقة احتفاء بمقدم فخامة السيد مانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية. صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. وفخامة السيد مانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية يستعرضان تشكيلة من الحرس الملكي تؤدي التحية الرسمية. استقبال كبير يخص به صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ضيف المغرب الكبير. استقبال يعكس العلاقة المتينة التي تجمع الرباط بباريس. زيارة تحمل أكثر من دلالة وتندرج ضمن استمرارية العلاقات التقليدية الأخوية والتعاون متعدد الأشكال بين البلدين. والعلاقات المغربية الفرنسية ظلت لعقود نموذجا اقليميا ناجحا لمتانة وقوة الروابط الحضارية بين الشمال والجنوب، وظلت المجهودات المشتركة بين البلدين صمام امان اقليمي للاستقرار والسلام والامن الاقليمي والعالمي. كما ان العلاقات الثنائية القوية بين البلدين ليست وليدة صدفة او بفعل مصلحة عابرة، بل كانت على الدوام نموذجا يقوم على اسس يتداخل فيها التاريخ والحضارة والسياسة والاقتصاد، مما يجعلها علاقات متعددة الأبعاد والمداخل ويقوي بشكل كبير فرص النجاح والاستدامة والنجاعة، ويعزز من إمكانيات التعاون المتبادل والعمل المشترك في مختلف المجالات والقطاعات، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. ففي عهد جلالة الملك أخذت الدبلوماسية المغربية نفسا جديدا مرتكزة على الفكر الدبلوماسي لجلالته وتوجيهاته، حيث صمم سياسة خارجية من جلالة الملك محمد السادس حفظه الله. يخصص للرئيس الفرنسي استقبال شعبي ورسمي كبير يليق بمتانة وقوة الروابط بين بلدين لا تجمعهما الاعتبارات السياسية والدبلوماسية فحسب، بل يربطهما غنى التاريخ المشترك
والمصالح المتبادلة، كما يترجم هذا الاستقبال عمق الصداقة بين شعبين تحدوهما رغبة أكيدة في تطوير العلاقات الثنائية خدمة للمصالح المشتركة. ولا شك أن زيارة الرئيس الفرنسي ستفتح آفاقا أوسع ومجالات أرحب لإسراع وتيرة التطور الذي تشهده الروابط بين الرباط وباريس، استنادا إلى الآفاق الاقتصادية المتاحة على طول المسار الذي يقطعه موكب جلالة الملك والرئيس الفرنسي باتجاه القصر الملكي. تحتشد الجموع الغفيرة من المواطنين والمواطنات للتعبير عن ابتهاجها بهذه الزيارة التي تعزز علاقات الصداقة والأخوة العميقة والتقدير المتبادل بين قائدي البلدين الصديقين. يؤشر تعدد الزيارات المتتالية بين قائدي البلدين إلى ما يجمع الرباط وباريس من علاقات قوية وروابط متينة تستند على إرادة صلبة للدفع بها إلى أرقى المستويات وجعلها نموذجا بما يجب أن تكون عليه العلاقات الدولية. وفضلا عن العمل المضطرد على تطوير آليات التعاون المشترك، فإن المغرب وفرنسا عاقدان العزم على تعزيز وتقوية شراكتهما الاقتصادية. تفتح زيارة فخامة السيد إيمانويل ماكرون لبلادنا بدعوة من جلالة الملك أفاقا أرحب في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة، تكريسا بالرغبة الأكيدة التي تحذو المغرب وفرنسا قيادة وشعبا لنسج روابط أوثق. ترجمة الجانبين، المغرب وفرنسا يتقاسمان رؤية اقتصادية واستراتيجية متطابقة بما يسمح لهما بإرساء نموذج ناجح للشراكة والتطلع لتحقيق الأهداف المرجوة. هذا الالتزام المشترك يجعل البلدين يشكلان منصتين اقتصاديتين فريدتين كل في منطقته، ويغذيان معا نموذجا حقيقيا للشراكة مفيدا للجانبين. من هذا المنطلق يعمل البلدان معا لتعزيز هذه العلاقات العريقة التي تجمع بينهما وفقا للإرادة المشتركة لجلالة الملك والرئيس الفرنسي. ساكنة العدوتين سلا والرباط تغتنمها مناسبة سانحة لتحية الصداقة المغربية الفرنسية والتعبير عن مباركتها للخطوات والجهود التي يبذلها قائد البلدين لتقوية العلاقات الثنائية والدفع بها باتجاه تحقيق الأهداف والطموحات خدمة لمصالح الشعبين صديقين يتوقان للمزيد من التعاون بين بلدين متجذرين عراقة وأصالة تؤهلهما لنسج أوثق الروابط وأمتنها. عوامل كثيرة تاريخية وسياسية وإنسانية واقتصادية واجتماعية تساهم في ترسيخ علاقات متميزة وفريدة بين بلدين يطمحان إلى تعزيز الروابط الثنائية على جميع الأصعدة والمستويات، حفاظاً على الإرث التاريخي والحضاري الذي يشكل القاسم المشترك بينهما. بفضل التقارب في وجهات النظر ومن منظور استراتيجي وواقعي، وصل المغرب وفرنسا مرحلة من النضج يعكس اللقاء على أعلى مستوى الذي تتيحه هذه الزيارة. الاهتمام الذي يوليه المغرب لتعزيز علاقاته الاقتصادية مع مختلف الشركاء ولقاء بين قائدي دولتين يمثلان الحداثة وعمق التاريخ ضمن زيارة تجسد إرادة لمقاربة مشتركة في مواجهة التحديات الماثلة في كلا ضفتي البحر الأبيض المتوسط. تكتفي زيارة رئيس الجمهورية الفرنسية للمملكة المغربية
أهمية كبرى على أكثر من مستوى، نظرا لعراقة علاقات الدولتين التاريخية والسياسية، ونظرا للدور الوازن الذي تلعبانه على الساحة الإقليمية والدولية. زيارة الرئيس الفرنسي للمغرب خطوة كبيرة تزكي الطموحات المشتركة وتؤكد المكان الذي يحتلها كل بلد في السياسة الخارجية للبلد الآخر من منطلق استراتيجي. تجدر العلاقات المغربية الفرنسية لا يجد تفسيره إلا بالمكانة التي تحظى بها المملكة باعتبارها بلدا ينعم بالاستقرار في منطقة عرفت تقلبات سياسية، وأيضا بفضل السياسة الحكيمة التي تنهجها مع شركائها بقيادة رصينة من جلالة الملك. تكتسي هذه الزيارة طابعا متميزا بالنظر إلى كونها ستمكن من استكشاف فرص جديدة وفتح آفاق أرحب للتعاون الاقتصادي، خاصة وأن المغرب يعيش على إيقاع إصلاحات جذرية سيما في المجال الاقتصادي. تشكل زيارة الدولة التي يقوم بها رئيس الجمهورية الفرنسية فخامة السيد إيمانويل ماكرون وحرمه السيدة بريشيت ماكرون بدعوة كريمة من جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، منعطفا هاما في مسار العلاقات الثنائية القائمة بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية. تكتسي هذه الزيارة أهمية بالغة كونها مناسبة سانحة لرسم خارطة طريق جديدة تؤطر علاقات البلدين خلال السنوات المقبلة. تسود القناعة داخل الأوساط السياسية والدبلوماسية والاقتصادية في كل من الرباط وباريس أن العلاقات الثنائية بين المغرب وفرنسا مدعوة إلى انتهاز جميع الفرص المتاحة حتى تكون شراكتهما الاستراتيجية نموذجا لتنمية مشتركة وإطارا متينا للاستثمار والإنتاج والتصدير، منفتحا على محيطه الإقليمي والدولي. تعي فرنسا أهمية الاستثناء المغربي في منطقة جنوب المتوسط برمتها، على اعتبار أن المغرب يعتبر ضمانة للاستقرار بمنطقة الساحل والصحراء. موكب جلالة الملك وفخامة الرئيس الفرنسي تخفره خيالة الحرس الملكي من باب السفراء حتى ساحة مشور القصر الملكي بالرباط، وهو تقليد أصيل متأصل يقام في هذه المناسبات الهامة لكبار القادة والزعماء ضيوف جلالة الملك حفظه الله. تقاليد عريقة ضاربة جذورها في أعماق التاريخ لمملكة عريقة تعتز بتاريخها المجيد وتفخر بحاضرها المشرق الزاهر. تخفر الموكب تشكلة تضم 110 من خيالة الحرس الملكي التي تعتبر من أقدم الوحدات العسكرية في العالم، والتي ظلت مرتبطة بتاريخ المملكة المغربية، وحدة عتيدة تجسد الماضي التليد للجيش المغربي الباسل الذي شكل على الدوام رمزا للإخلاص والتفاني والدفاع المستميث عن العرش وحماية حوزة الوطن. هي مظاهر تجمع دولة بدولة، ويتابعها قائد البلدين باهتمام وعناية كبيرة. ففرنسا هي شريك مميز للمغرب سياسيا اقتصاديا وإنسانيا، قائمة على أسس متينة وصلبة. بساحة مشور القصر الملكي بالرباط يتقدم للسلام على فخامة رئيس الجمهورية الفرنسية السيد إيمانويل ماكرون والترحيب بمقدم فخامته رئيس الحكومة
رئيس مجلسي النواب والمستشارين ومستشار صاحب الجلالة والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الرئيس الأول لمحكمة النقد ورئيس النيابة العامة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقد، كما يتقدم للسلام على فخامة رئيس الجمهورية الفرنسية، أعضاء الحكومة والمندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير ورئيس المحكمة الدستورية ورئيسة المجلس الأعلى للحسابات ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والكاتب العام للمجلس العلمي الأعلى ورئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان ووسيط المملكة ورئيسة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ورئيس مجلس المنافسة ورئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها ورئيس المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية كله للرئيس ماكرون لبلادنا تأتي في سياق جديد يتمثل في الدعم الذي أعلنت عنه فرنسا لمخطط الحكم الذاتي المغربي والذي يعزز سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، وتشكل هذه الخطوة مرحلة جديدة في العلاقات الفرنسية المغربية في إطار الدينامية الدولية الإيجابية التي يشهدها ملف الصحراء المغربية منذ عدة سنوات تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. انتصارات متوالية راكمها المغرب بجهود دبلوماسية متواترة بشكل فعال وإيجابي وهادئ، توجت بإعلان دول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي الولايات المتحدة وفرنسا وذات مكانة في المنتظم الدولي اعترافها بمغربية الصحراء واعتبار مقترح الحكم الذاتي واقعيا تحت السيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية. رهان ورهانات أخرى يكسبها المغرب بفضل القيادة الرشيدة والحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. دبلوماسيا لنا مصالح كبيرة لشركائها، وهي الآن مطلوبة من العديد من القوى، فبفضل موقعه الإقليمي والقاري وتاريخه الحافل العريق وانفتاحه على الحداثة والتقدم، يتموقع المغرب كشريك مفضل لفرنسا سيد إيمانويل ماكرون هنا بساحة مشور القصر الملكي بالرباط. كبار ضباط القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية والمدير العام للأمن الوطني، المدير العام لحماية التراب الوطني، والمدير العام للدراسات والمستندات، ووالي ومنتخب جهة الرباط سلا القنيطرة. مما لا شك فيه فإن زيارة الدولة التي بدأها اليوم الرئيس الفرنسي لبلادنا بدعوة كريمة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والوفد الهام المرافق له من مسؤولين حكوميين ورجال أعمال وشخصيات تنتمي إلى عالم الاقتصاد والمال والثقافة، ستسهم في إعطاء زخم قوي، زخم جديد للعلاقات الثنائية بين المغرب وفرنسا، سواء في إطارها الثنائي أو متعددي الأوجه. علاقات تضع اليوم لبنات
وأسس وركائز جديدة ضمن منطق رابح رابح مع أبعاد إقليمية وإفريقية ومتوسطية غير مسبوقة. فالبلدان أظهرا قدرتهما على تنسيق جهودهما على الصعيد الدولي وفي المحافل المتعددة الأطراف، خاصة في ظل تصاعد النزاعات والاضطرابات التي يشهدها عالمنا اليوم. وفي ظل هذه الروح والرغبة المشتركة من التنسيق على مستوى الجهود والتشاور والحوار السياسي الهادئ والبناء، يعمل البلدان على بناء علاقاتهما المستقبلية، لا سيما فيما يتعلق بالتعاون الأمني والجهود المشتركة للحفاظ على السلام والاستقرار في منطقة دولية. والسيدة نعيمة موتشو نائبة برلمانية عن فالدواز، نائبة رئيس الجمعية الوطنية، والسيد برونو فوشس نائب برلماني عن غوراين رئيس لجنة الشؤون الخارجية، والسيد كريم بن الشيخ نائب برلماني عن الفرنسيين المقيمين خارج فرنسا والرئيس الأسبق لمجموعة الصداقة الفرنسية المغربية بالجمعية الوطنية، والسيد كريستيان كامبون عضو مجلس الشيوخ عن فال دومارا رئيس مجموعة الصداقة الفرنسية المغربية بمجلس الشيوخ، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات من عالم الأعمال والثقافة والاقتصاد والفن والرياضة في العلاقات الثنائية. وحاضر مليء بالآمال والتطلعات للارتقاء بهذه العلاقات، ففرنسا تعد الشريك الأول للمغرب على مستوى عائدات السياحة والاستثمارات الأجنبية. المبادلات التجارية الثنائية بلغت سنة 2023 ما يقارب 163 مليار درهم، وارتفعت صادرات فرنسا إلى المغرب بنحو 40% لتصل إلى 72 مليار درهم. وفي المقابل ارتفعت صادرات المغرب بنسبة ناهزت 12%. جسر تواصل وتكامل وتكريس للقيم المثلى، وسعي مشترك لقائدي البلدين من أجل توطيد مختلف أوجه التعاون المغربي الفرنسي الذي يعد نموذجيا واستثنائيا بالمنطقة. صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن على الرئيس الفرنسي أعضاء بعثة الشرف، والتي تضم على الخصوص السيدة فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، والسيدة سميرة سطيل سفيرة صاحب الجلالة بباريس. إرادة ورغبة مشتركة تحدو البلدين لإرساء شراكات وتعاون مثمر يشمل كل الميادين من أجل حاضر ومستقبل العلاقات الثنائية والمتعددة البلدين بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، وفقا للإرادة السياسية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وفخامة رئيس الجمهورية الفرنسية السيد إيمانويل ماكرون. إلى هنا سيداتي وسادتي، نعود بكم إلى قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو معنا وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي نيوز بلس، أكثر من مجرد خبر.